السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا الخبر العاجل من تركيا. ألقت الشرطة التركية القبض على مواطن تونسي مشتبه به إنه أحد مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول، وجرت عملية الاعتقال بالتنسيق بين جهاز المخابرات الوطني ودار الشرطة إسطنبول لمكافحة الإرهاب. وبحسب صحيفة TRT اليوم الجمعة، فإن المشتبه به قاد العديد من العمليات العسكرية ضمن تنظيم داعش في سوريا العراق، ومن فترة يتواجد في إسطنبول. وتم القبض على المشتبه به في العنوان الذي كان يختبئ فيه خلال العملية التي نفذها الشرطة ليتم تسليمه إلى مركز الترحيل بإدارة الهجرة ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.